السلام عليكم خوتنا الجزائريين داخل البلاد وخارج البلاد. رانا هنايا باش نقولوا نبينوا الموقف تاعنا، يعني الشيء اللي كنا خايفينه راه صرا، وكنت ندد من قبل والتنديده تاعي كلها مسجله اللي كاين لوبي في الحكومه الجزائريه راه يحرض في الشعب ويستفز في المشاعر تاع الشعب بالمطالبة تاعهم لعهدة رابعة للرئيس. الرئيس الحالة الصحية تاعو الكل الجزائريين على بالهم بها، ولكن الشي اللي كنا متخوفين منه راه صرا. جابوا الرئيس وترشح رسميا للعهدة الرابعة، وهذا الشيء اللي ما كناش حابينه. انا نطلب من الشرفاء في الحكومه الجزائريه ولا اللي راهم في الدوله باش يتحركوا الان، مازال كاين امل. هادو الناس اللي راهم حابين يحطوا الرئيس واللي حابين يستغلوا المنصب تاعو كرئيس، لانه الان راه ضعيف واضعف مما كان، راهم حابين الشر، ما على بالناش راهم حابين من البلاد. كنا حابين تكون مرحله انتقاليه في إطار قانون، يعني تكون انتخابات تشريعية ويكون المترشحين ناس جدد ولا ناس قدم، على الأقل يكونوا الصحة تاعهم مليحة وتسمح لهم. ولكن فرنسا تبدا تروحها مرة أخرى وبقوة، يعني الترشح الرئيس يتعلق بشهادة طبية يأخذها من المستشفى الفرنسي. هذه كارثة. هذه يا ناس يا العاقلين في البلاد، اتحركوا، ديروا حاجة، ما تخلوش هذا الفراغ السياسي هذا باش يجوا ناس واحد اخرين يستغلوه ومن بعد تقولوا راهم يديروا لنا في المشاكل. ديروا حاجة مادامكم في الدولة، مادامكم عندكم مناصب، اتحركوا ديروا حاجة. الكل راه يرشح في الرئيس، ونائب الرئيس راح يلعب دور من بعد، لان الرئيس من المحال راح يكمل العهدة تاعو. محال ما يكملش العهده تاعو هذه، لخاطر راح يدخل، ممكن يزيد يمرض، ممكن صرا له حاجه، ما نقدروش نتكهنوا واش راح يصرا. ولكن هذا النائب الرئيس اللي راه، وهذا الرئيس اللي راه ما على بالوش واش راه يدير، يعني اللوبي تاعو هذا اللي راه يحط فيه باش يكون رئيس راه نجح. اللوبي اللي حما سعيد وحما شكيب خليل وبعض الاشخاص راه نجح. اتحركوا يا ناس، البلاد راهي رايحه في داهيه، ما راناش حابين نتطور، ما راناش حابين الشعب يخرج لبرا، ما كاش لي يقودو، كاين فراغ ما كاش لي يقودو، تستناو المجهول، ما عندناش معطيات. شكون راح يقود الشعب من بعد كي يخرج لبرا؟ هاي غردايا خرجت لبرا، القضيه اكثر من شهر كل وسائل الدولة، يعني باش سيطروا على الأوضاع تما، فيها موت، فيها كلش. قلنا البلاد راهي مهددة بالطائفية، مهددة بالعرقية. يا ناس اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله في شعبكم. الحال مازال ما راحش، نقدروا نرقعوا وشفات، نقدروا نرقعوا وشفات. وقلت لهم من قبل بلي أنا نتحداكم لو كان جيبونا الرئيس بصحتو، جبتوهن البارح يعني يتكلم ثلاثة كلمات، هذو كل أربعة كلمات يتكلمهم بذل مجهود كبير، كيفاش راح يستقبل الرؤساء؟ كيفاش يكون الدور تاعو في الخارجية، في الدبلوماسية؟ كيفاش راح يكون الخطاب تاعو؟ واش من الرئيس هذا اللي راح يقوموا له الناس بالحملة تاعو؟ وشنو هذه المرحلة الانتقالية؟ راح تدو البلاد في داهية، خرجنا من 10 سنين تاع دم، يعني الناس خلصت الغالي، خلصت كلش، كان اللي راح لها وليدها، كان اللي راح لها راجلها، كان اللي راح له باباه، كان اللي تيتمو، كان اللي ضاعت قرايتهم، يعني الثمن كان باهظ جدا. والآن دخلتوا لنا في مسرحية واحدة أخرى ونخليتوا العالم كامل يضحك علينا. اتقوا الله في نفوسكم. بوتفليقة بينت روحك الآن. أنا كنت نظن كاين ناس يستعملوا فيك،
ولكن الآن برهنت باللي راك متعلق بالسلطة لدرجة حبيت ترجعها ملكية، حبيت تغير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة الجزائرية. هذا واش راني نشوف. كاين لوبي راه داير بيك، راه يخدم بيك، راه يخدم بيك، عندهم مصالح، عندهم مصالح. والكارثة التبهديلة الكبيرة في البرلمان الجزائري، رفضوا صور تاع بوتفليقة ويطالبوا الرئيس بعهدة رابعة. هذا هو المستوى تاع البرلمانيين في الجزائر؟ هذا هو المستوى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ناس اتقوا الله في نفوسكم. هذه الرسالة وجهتها للشرفاء في الجزائر، في الإطارات اللي في الجزائر، في الحكومة الجزائرية. اتحركوا اتحركوا، مازال ما فاتش الحال، مازال ما فاتش الحال. اللوبي اللي راح يبرأ شكيب خليل راح يحكم، اللوبي تاع فرنسا راح يحكم، اللوبي اللي جاب شهادة طبية للرئيس من فرنسا باش يترشح الرئيس راح يحكم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما تفهمونيش غلط، الشيء اللي راني نتكلم فيه هدايا باش نوصلوا البلاد للحاجة المليحة، الطريق المليحة، ماشي الحاجة ماشي مليحة. الشيء اللي راني نحذر منه ما رانيش حابو يسرى، ورانا نديرو المستحيل تاعنا باش ما يسراش. شحال من طب من فتنة احنا طفيناها، بصح نتوما راكو تقودوا الشعب لهذا الفتن. اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.